النهاردة بتمر علينا الذكرى 54 على معركة شدوان المجيدة. حابين حضرتك تكلمنا أكتر عن هذه المعركة، يعني بنتكلم عن جزيرة مساحتها 70 كيلومتر رفض جنودنا من قوات المسلحة التخلي عنها، طبعا مع مساعدة الصيادين من محافظة البحر الأحمر. كلمنا أكتر عن هذه المعركة بالتفصيل. الأول بقول كل سنة وانتم طيبين لأهلنا في البحر الأحمر والمصر طيب. كلها ملحمه من ضمن الملاحم اللي دايما قواتنا المسلحه بتلاحم مع شعبها وابنائها من كل الفئات ومن مختلف الاتجاهات، اللي دايما ابدا ما بيكون لهم يعني البصمه الرئيسيه في صياغه المستقبل وانجاز الانجاز. ملحمه بطوليه شعب مصر وجيش مصر بطولات وانجازات، فده يعني بنأكد على ان مصر دايما ابدا ما هي في طليعه الدول اللي بتقدم ومن خلال شعبها بطولات وانجازات عبر التاريخ. مصر كانت في مرحله فارقه في هذا التوقيت، كنا في حرب الاستنزاف في سنه 70، وكانت اسرائيل عايز وكان في نجاحات كبيره جدا في هذه المعركه، وكان في حرب الاستنزاف يعني تحديدا، وكان في نجاحات متتاليه ومتواليه، وبالتالي كانت اسرائيل عايز تكسر هذه الشوكه وهذه النجاحات المتتاليه. حابه تعمل عمل من شانه يعني ترويج ليه اعلاميا. كان في رادار ومجموعه من ابناء الصاعقه المصريه موجودين على جزيره شدوان، رادار بحري، فكانت عايزه توصل تحاول تستولي عليه وتروج لهذا الحدث اعلاميا وتكسر يعني الروح المعنويه العاليه اللي لدى ابنائنا من ابناء الشعب المصري. ولكن بسالت وبطوله الشعب المصري والجند المصري قدرت العناصر دي والابطال دول اللي رغم قله عددهم في مواجهه قصف جوي وبحري وايضا كتيبه مظلات من خلال الابرار ومن خلال التدخل، يعني استمرت المعركه لمده 36 ساعه محاوله للحصول على قطعه الرادار دي والاستيلاء على الجزيره وتحقيق نصر زائف، ولكن ابناء القوات المسلحه المصريه والشعب المصري ابوا ان يكون او يستسلموا لهذا الغرض او الهدف، وبالتالي قدروا يحققوا نجاح منقطع النظير وقدروا يجبروا العناصر الاسرائيليه دي انها تنسحب بعد 36 ساعه. في نفس الوقت اوقعوا فيها خسائر، يعني اثنين طياره فانتوم وميراج تم اسقاطهم، يمكن شهد احد الطيارين وهو بيسقط بمظلته وساب طيارته وسقط، اضافه الى 30 قتيل وجريح من العناصر الاسرائيليه. يعني ده كله يعني في اطار امتزاج يعني دماء الشعب المصري وابنائه مع بعضهم البعض. يعني عندي المقدم اركان حرب حسني محمد حماد مع الرئيس حميد عتيق ومحمد عتيق والرئيس عبد الاله محمد سعيد، دول من ابناء من الصيادين مع ابناء القوات المسلحه، دول استشهدوا ونالوا شرف الشهاده في سبيل تحقيق هذا النصر وفي سبيل تحقيق يعني الحفاظ على ذره كل ذره ارض من رمل من الارض المصريه في سبيلنا ما تقعش في ايد احد او يروج لها اعلاميا ان هم قدروا يحققوا نجاحات في هذا الصياغ.